السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ عايزين نكمل بقية الصفات اللي انا مسألتين في الشيت، اللي هم بتوع اللي برضه بيتكلموا على واحدة مونو ستيبل سيركت واحدة اي ستيبل سيركت، بحيث نكون خلصنا الشيت بتاع البوزيتيف فيدباك ده يعني خلاص. طيب السؤال ده بيقول لي ان ايه فور ذا مونو ستيبل سيركت، يعني هو بيقول لي ان السيركت دي مونو ستيبل، تمام. هو عايز منها ايه بقى؟ يوزنج مستعمل الثلاث خمسات اي سي دي كده سيركت، انت كده سيركت اسمها ثلاث خمسات. عايز بقى هو الايه المينيموم انبوت تريجرنج بالس الفي تي، اللي هي الفاليو بتاعت البالس المفروض اللي هي ايه تنزل لها، المفروض كام او تزيدها او ايا كان، يعني الاكشن اللي هيحصل على تريجرنج بالس، الكونديشن على البالس ويت فور بروبر اوبريشن اوف ذا سيركت، البالس ويت والمينيموم ديوريشن بتوين تريجرنج بالسز. دي حاجات كلها مطالب، تيبيكال مطالب في اي سيركت تكون ايه مونو ستيبل، تمام. طيب هي السيركت اصلا ايه بتتصرف ازاي؟ عندنا دلوقتي واضح ان انا عندي ثلاث اللي هو الاي سي، اللي هي ثلاث خمسات اي سي ديت، عباره عن ايه، في جوه منها اثنين اوب امبس، تمام، وفي جوه منها اثنين اوب امبس، وفي من جواهم اس ار لاتش، وفي عندي ترانزستور اللي تحت ده خالص اللي هدفه عايز يديسشارج الكاباستور اللي بره، تمام. وبره خالص انا عندي ايه موصل في سي سي وار، ومن خلال الايه كاباستور برضه بحاول اشحنه يعني، تمام. حلو، خلينا نروح للايه لل خلينا نروح للسيركت التانية ديت أسهل يعني. ماشي، دلوقتي هي دي نفس السيركت بالظبط، يعني إيه أنا عندي هنا كده، أنا عندي هنا كده إيه السيركت ديت، هي اللي فاتت، بس الفكرة بقى إيه إن أنا عندي هنا أبدأ بس أنوتيت عليها. أنت عندك دلوقتي النقطة اللي هي ده كده اللي هو السبلاي اللي هو البي سي سي، عندك دي هنا ريزيستور اسمه R1، وفي عندك هنا ريزيستور برضه R1، ودي كده إيه R1. انت عندك اللادر ده هنا مفيش، هنا مفيش سولدر دوت، هنا مفيش سولدر دوت، تمام. يعني ايه يعني النقطه ديت دي هنا في سولدر دوت، تمام، وفي هنا ايه وفي عندك هنا سولدر دوت، تمام. فبالتالي اللاين ده بي ايه بيكروس كده يعني عادي، واللاين ده بيكروس. المهم يعني انت عندك هنا ايه النقطه دي، سنس ان دي اسمها R1 و R1 و R1، يبقى اذا البي سي سي تقسم بقى ايه، النقطه دي بقى بتساوي كام؟ 2 في سي سي على 3، والنقطه دي بقى بتساوي كام؟ في سي سي على 3، بوتنشال ديفايدر عادي جدا، تمام. وانت عندك بقى ايه النقطه دي واصله في الاخر زي ما قلنا بالايه باللي هو اللي اسمه ثريشولد ده، تمام. وعندك النقطه اللي تحت دي سميناها واصله بالايه بالتريجر، تمام، اللي هو الانبوت بتاعي داخل من هنا. كلام جميل، ما فيهوش اي مشاكل حتى الان. طيب فاضل دلوقتي ان انا اعمل ايه، انا دلوقتي بدور على الاستيبل ستيت زي ما اي دايره مونو ستيبل، بدور دايما على ايه الاستيبل ستيت بتاعتي. الاستيبل ستيت بتاعتي هي ميم دلوقتي في اس ار لاتش في الموضوع، فمنطقي ان يكون ما دام في اس ار لاتش في الموضوع يبقى الاستيبل ستيت بتاعتي تبقى ايه، اللي هي 0 0، تمام. المنطقي يكون الايه الزيرو زيرو بالنسبه للايه، بالنسبه للاس وبالنسبه للار، صح؟ ليه؟ لان ده كده الكيس بتاعت النوت تشينج، فده كده اميل ان هو يخلي السيركت فعلا تكون في وضع ايه ان مفيش تغيير بيحصل. ما ده معنى كلمه الايه الستيبل، مش هي مونو ستيبل، يبقى دلوقتي هي في الايه في الستيبل اللي هي الستيت اللي هي فيها ستيبل ديت، مش اللي التريجر جينا كشف يعني، تمام كده. طيب دلوقتي بقى السؤال المهم، ان انا دلوقتي ماشي، انا كلام جميل، انا اس ار بتاعي دلوقتي الستيبل ستيت بتاعتي هيبقى الار والاس بتاعي يبقوا ايه زيرو زيرو، اذا انا اكون ايه نوت تشينج. مين بقى قال انا دلوقتي كانت الكيو بتاعتي كانت بواحد ولا الكيو بتاعتي كانت بزيرو؟ ما هي دلوقتي نوت تشينج على اللي قبلها. مين بقى اللي قبلها كانت الكيو بواحد ولا الكيو كانت بزيرو؟ خلينا نشوف دلوقتي، لو كانت دلوقتي احنا متفقين ان الاس ار بتاعتي دي كده قلنا انها ايه زيرو زيرو، تمام. لو كانت دلوقتي افترضنا دلوقتي ان الكيو بتاعتي دي انا كده افترضنا ان هي بتساوي كام؟ افترضنا كانت بتساوي 1، ده معناه ان الكيو بار بيساوي كام؟ ده معناه ان الكيو بار بيساوي زيرو. طيب لو زيرو ده حصل يبقى اذا الترانزستور ده ساعتها ايه؟ مش شغال معانا، صح؟ مش قايم بوظيفته، مش مدي للكاباستور ده، مش خانق الكاباستور ده، وبالتالي سايب النقطه دي تشحن زي ما هي عايزه. يبقى اذا ساعتها ان الفي سي ده لو ده ستيدي ستيت يعني، يبقى اذا الفي سي دي كانت هتبقى واصله لكام ساعتها؟ هتبقى واصله للفي سي سي. والفي سي سي ده هيخلي الكومباراتور اللي هنا ده كده هيرمي ايه؟ دلوقتي انت مدخله في سي سي من ناحيه وتم في سي من ناحيه، هيبقى عايز يرمي هنا كام؟ عايز يرمي هنا ايه؟ الايه؟ الفي سي سي بتاعته، لان ده كده الفي بلس اعلى من الفي ماينس. بالنسبه للاوب امبس هنا يا جماعه، الاوب امبس هنا كلها بترمي، يا اما بترمي يا اما في سي سي يا اما بترمي جراوند. انا مش بفرض ان هي بترمي ماينس في سي سي، لان الاس ار يعني ايه بيشتغل 1 و0، فانت ممكن تكون عملت هنا ايه ليفل شيفت يعني او اي حاجه، او تكون انت مظبط الاوب امبس بتاعتك دي تبقى سبيشال اوب امبس ولا حاجه، بتكون شغاله في سي سي وجراوند يعني من غير الايه الزيرو يعني بتاع الماينس في سي سي، تمام كده. طيب المهم، فيبقى انت عندك هنا ايه، يبقى انت عندك دلوقتي قلنا ان لو ده حصل فبالتالي كنت هرمي هنا ساعتها ايه البي سي سي هنا. طب ما في سي سي هنا على النقطه ديت، يبقى ده معناه ان الار بتاعتي دي كانت بكام؟ ده معناه ان هي الار دي بقت واحد هاي، فده معناه ان ده هيخلي الستيت عايزه تبقى ايه ريست، ما ده اس ار ليتش. يبقى اذا ده معناه ان ساعتها ده هيؤدي الى ان الكيو تبقى بكام؟ ريست، فتبقى الكيو تبقى بزيرو، والكيو بار هتبقى معناه ان هي تبقى بكام؟ واحد، تمام كده.
طيب لو انا بقى ما كنتش فرضت الفرض ده من الاول خالص، وكنت فعلا فرضت ان الايه الحاله الثانيه، ان الكيو بتاعتي بتساوي كام؟ طبعا انا المره اللي فاتت اهملت التريجر، لان التريجر مش هو اللي المفروض يكون مؤثر معايا في الايه؟ في الكيس يعني، لان انا بتكلم عن دي الستيدي ستيت يعني، تمام؟ طيب ولو هي كانت الكيس اللي فاتت دي زي ما قلناها، ان لو الار رمت في سي سي، ده معناه ان ما ينفعش يكون التريجر يعني في الستيدي ستيت بتاعه يكون متسبب في ان النقطه دي توصل برضه تبقى بكام؟ في سي سي، لان الكيس بتاعت الاس ار 1-1 دي كيس فوربيدن، تمام؟ فبالتالي مش منطقي خالص يعني الاناليسيز اللي عملناه اللي فات ده كده، من غير ما نلوز اي حاجه يعني، لو لوزنج اني اوف جنراليتي بسبب الايه؟ ان احنا ما اهملنا فكره الايه التريجر ده كان بيساوي كام ثانيه، تمام؟ طيب المهم يعني ايه، خلينا نشوف دلوقتي الايه؟ نتراك ايه اللي يحصل لو كانت ان انا قلت المره اللي فاتت فرضت ان الكيو ده كان بيساوي كام؟ فرضت انه بيساوي واحد. طب تعالى بقى نفرض ان الكيو بيساوي كام؟ زيرو. طبعا ده هيطلع ده الصح، لان انا المره اللي فاتت لما فرضت ان الكيو واحد لفت ورجعت ان الكيو لازم تبقى زيرو برضه، تمام؟ بس خلينا نتاكد يعني ان الكيو لو زيرو ده معناه ان الكيو بار بيساوي كام؟ بيساوي واحد، صح؟ طيب الكيو بار بيساوي واحد ده معناه ان الترانزستور ده ايه؟ شغال، فبالتالي ده ايه؟ خانق الكاباسيتور اللي هنا، تمام؟ مخلي النقطه دي بتساوي كام؟ الفولتج بتاعها فولتج صغير، اللي هو بيساوي الفي سي اي بتاعت الترانزستور ده، لان هو الراجل ده هيبقى ايه؟ عايز يخنق الكاباسيتور دوت، مديله لو باث للجراوند، فمش عارف يشحن منه. فالمهم ان بالنقطه دي الفولتج بتاعها يبقى ايه؟ صغير، تمام؟ مثلا زيرو ولا اي حاجه، او مش زيرو يعني، بس صغير كومبيرد لمين؟ 2 في سي سي على 3. ده معناه ان النقطه دي راميه كام؟ راميه جراوند هنا، صح كده؟ طيب وبالنسبه للتريجر زي ما قلنا ان هو مش هو اللي المفروض اللي يكون بيأثر معايا في الموضوع، فيبقى انت عندك دي كده اللي هيأثر لك في الايه، هيخلي لك ان النقطه دي تبقى ساعتها تبقى جراوند وجراوند، يبقى ده معناه ان هو الايه ده اللي هو الاس ار بتاعي اللي هو ايه 0 0 نوت تشينج زي ما اتفقنا عليه قبل كده. فبالتالي ده معناه ان دي كده الستيب ستيب بتاعتي، ان الاس ار بتاعتي دي واقفه على 0 0 والكيوب 0 والكيوب ار بيساوي 1، اللي هي ايه كنت كاني كنت في حاله ريسيت قبل ما اخش في حاله ان الاس ار بتوعي هم الاثنين يكونوا بكام؟ ب 0 0، تمام كده؟ كلام جميل، تمام؟ مش خلينا بقى نشيل الحاجات اللي هي ايه اتيت بيها ديت، تمام؟ دلوقتي بعد كده بقى حلو، يبقى انا دلوقتي وصلت لايه؟ ان انا السي سي بتاعتي انا عرفتها، فاضل دلوقتي ان انا عايز اعرف الايه التريجر بتاعي دنيته عامله ازاي، علشان نبدا نشوف إيه لما بدا يتحرك بدا يأذيني ازاي، تمام؟ احنا اتفقنا ان انا عايز في الاخر ان الاس ار، ان انا عايز ان الاثنين دول يكونوا بيساوي كام؟ 0 0، يبقى اذا الاس دي انا عايزها تبقى ب 0، تمام؟ ده معناه ان الراجل دوت انا عايز ان الماينس بتاعه يكون اكبر من البلس، تمام؟ ده معناه ان الماينس بتاعه ده كان كام؟ كان على فاليو اكبر من بي سي سي على 3، صح كده؟ ده في الستيدي ستيت يعني. طيب ولو دلوقتي انا عايز اعمل بقى ايه منكش، يعني عايز التريجر بتاعي ده يعمل لي مشكله، ساعتها يبقى اذا ايه لازم التريجر ده ينزل عن بي سي سي على 3، صح كده؟ لان نبدا نبص هنا كده على الرسمات بتاعتنا، التريجر بتاعنا ده كان في العادي ان هو كان واقف مثلا على بي سي سي او اي فاليو كبيره يعني وخلاص، تمام؟ هو اكبر من في سي سي على 3، وبعدين لما جه دلوقتي حصل يحصل حوار دلوقتي هنا كده في فاليو اللي هي في سي سي على 3 دي، وبدا ايه ينزل عن البي سي سي على 3 دي، بحيث يكون عمل لي ايه تريجرنج بالز، تمام؟ ايه اللي حصل بقى لما دلوقتي التريجر دوت نزل عن في سي سي على 3؟ الراجل ده رمى هنا دلوقتي كام؟ دلوقتي دي الفاليو دي بقت صغيره، الماينس بقت صغيره كومبيرد للبلس، وبالتالي ده رمى هنا ايه في سي سي، تمام؟ رمى في سي سي، يبقى اذا الاس بتاعتي بقى بتساوي كام دلوقتي؟ انا رحت للكيس بتاعت الاس بقى بتساوي كام؟ واحد، والار بتاعتي دي لسه بايه؟ بزيرو، محدش قرب منها ولا جالها في حاجه، صح؟ فبالتالي الاس دلوقتي بتساوي واحد، ده معناه ان خلت الكيو دلوقتي بقى بتساوي كام؟ بتساوي واحد، نفس الكيس، تمام؟ طب وال اسمه ايه دوت؟ والكيو بار هيبقى بتساوي ساعتها كام؟ الكيو بار هيساوي كام؟ زيرو، زي ما احنا مفيش اي مشكله، تمام؟ يبقى اذا الكيو بتاعتي بتساوي واحد والكيو بار دي بتساوي ايه؟ زيرو، تمام؟ طيب يبقى اذا بدل ما كانت انا الفي نود بتاعتي دي، بدل ما كانت في الستيدي ستيت بتاعها كانت واقفه عند الزيرو دي زي ما كنا عملناه من شويه، لا ده دلوقتي انا وصلت في كيس ان انا دخلت في سيت كيس، وبالتالي بقى الايه البي اوت بتاعي بيساوي كام؟ فبيساوي هاي، تمام كده؟ عايز اشوف بقى ايه اللي يخليه ينزل من تاني، دلوقتي زي ما اتفقنا ان الكيو بتساوي واحد والكيو بار دي بتساوي زيرو، تمام؟ ده معناه ان الترانزستور ده ما بقاش ايه؟ مش شغال، وبالتالي النقطه بتاعت الكاباسيتور دي بقى من حقها انها دلوقتي ايه؟ لا تشحن من مين؟ من السبلاي، من خلال الار ديت والبي سي سي، تمام؟ الكاباسيتور الفولتج ده هيقعد يشحن يشحن لحد ما يبقى ايه؟ نفسه طبعا يوصل للبي سي سي، بس هو اول ما يوصل لكام؟ اول ما يوصل دلوقتي الاثنين يعني، هو دلوقتي عمال بيشحن إيه، لو وصل اللي بيساوي الفاليو اللي بتساوي كام؟ 2 في سي سي على 3، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي ان الفي بلس ده هيبقى اكبر من الفي ماينس بالنسبه للكومباريتور اللي هو اسمه كومباريتور 1 دوت، صح؟ هيبقى الفي بلس بتاعه اكبر من الفي ماينس، وده معناه ان الراجل ده هيبقى عايز يرمي ساعتها هنا ايه؟ هيبقى عايز ساعتها يرمي ايه؟ في سي سي، تمام؟ لازم ابقى كوشس هنا، لان انا قبل كده كنت رامي في سي سي في النقطه ديت، فده معناه ان التريجر ده لازم يبقى قصير، ما يبقاش عريض قوي
علشان ما يخليش النقطه دي تفضل في سي سي طول الوقت دوت، لان انا لو حصل كده هيبقى انا في الكيس بتاعت اللي هي ايه 1-1 اللي هي فوربيدنج كيس، فده معناه ان التريجر لازم ينزل بسرعه عشان يقلب الاستيت دي بدل ما كانت في سي سي يرجعها تقلب تاني ايه زيرو، تمام؟ ويبقى الراجل ده بس جه في الفي سي سي والراجل التاني كان ساعتها عامل ايه الزيرو بتاعه، تمام؟ يبقى اذا التريجر بتاعي لازم ما يبقاش وايد انف، لازم يبقى قصير كده عشان ما يدخلنيش في الاستيت بتاعت الايه اللي هي 1-1 اللي هي فوربيدنج كيس، تمام؟ فقام طلع تاني على طول فوق، وبالتالي ايه خلصنا من المشكله دي. الراجل ده دلوقتي بقى ايه وصل قاعد يشحن لحد كام؟ يعني فضل مكمل لحد كام؟ يعني زي ما قلنا دلوقتي انا في الكيس بتاعت لو حصل ان الار بتاعتي دي وصلت بقى بتساوي في سي سي، تمام؟ اللي هي جايه من الكومبارتر الاولاني، ده نتج عن ان الفي سي ده كان وصل عايز يعدي الاثنين في سي سي على الثلاثه، رميت انا دلوقتي ايه ار بتساوي كام في سي سي اللي هي الفاليو بقى. يبقى اذا ده معناه ان انا عايز اروح دلوقتي للكيس بتاعت ان ايه الكيو بتاعتي ترجع تحصل يحصل فيها ايه بقى؟ تبقى بزيرو، تمام؟ يبقى الكيو عايز ترجع تبقى بزيرو والكيو بار ترجع تبقى بواحد، يبقى اذا الترانزستور عايز يبقى ايه يبدا ايه يفرغ من ثاني وهكذا، تمام؟ يبقى عايز ايه يشنط النقطه بتاعت اللي هي الكاباستور اللي هنا ديت اللي هي النقطه اللي بتاعت الكاباستور ديت. يبقى اذا الراجل ده بقى رجع بقى شغال، وبالتالي بقى عايز يشنط النقطه ديت للايه للجراوند من تاني، تمام كده؟ فبالتالي زي ما احنا شايفين اللي هو الايه الفي او بتاعي كان شغال الفتره دي بس بعد كده نزل، والفي سي بقى بتاعي كان ايه في المنطقه اللي هو في العادي كان بيساوي زيرو لان الترانزستور كان مشنط عليه قبل كده، وبعدين بدا يشحن، تمام؟ وزي ما متفقين اي فولتج على الكاباستور لازم يبقى ايه لازم يبقى يبقى يعني كونتينيوس، ما ينفعش يبقى في اي ديسكونتينيوتي. وهو النقطه الثانيه كانت بتاعت جراوند، فبالتالي بقى عادي مش حاصل على اي صدمه ولا اي حاجه، فبيشحن من هنا عادي، تمام؟ اكسبوننشال. وبعدين هيجي هنا يلاقي ان الايه ان الفي اوت بقى رجعت بزيرو تاني، والترانزستور بالتالي بقى شغال، وبالتالي بقى عامل عليه ايه شنط ورجعه تاني للايه للزيرو فاليو بتاعه. كلام جميل، مفيش اي مشاكل في اي حاجه حتى الان. فاضل لي بقى احسب دلوقتي الايه الفي تي هاي والحاجات بتاعتي ديت. انا دلوقتي عندي هنا الايه التشارجنج الايكويشن بتاعتي عباره عن مين؟ ان الفي سي اوف تي دايما بتساوي كام؟ بتساوي في فاينل ماينس في فاينل ماينس في انيشال في ايبل ماينس تي على التام. طب في حالتنا ديت انا بحسب من كام؟ انا بادئ اصلا من ايه؟ الفي سي بتاعي كان بادئ من كام؟ كان بادئ من زيرو، صح؟ طيب اللي هو الانيشال فاليو بتاعته، طب وهو عايز اصلا يوصل لكام؟ وانا لو سبت له الدنيا دي اللي هي كلمه في فاينل، في فاينل معناها ان انا لو سبت له الدنيا عايز يوصل لكام؟ الكاباسيتور ده انا سبت له الدنيا من غير ما يكون انا شايف، لو انا مش شايف اي حاجه بقى بتحصل من كده مش شايف اي حاجه، هيكون الفاليو بتاعت الراجل ده عايز يوصل لكام؟ هيشوف الفاليو اللي هي بتاعت السبلاي اللي هي الفي سي سي ديت، صح كده؟ يبقى بالتالي الفي فاينل بتاعتي هي بتساوي كام؟ الفي سي سي، والفي انيشال بتاعتي كانت بادئه من زيرو، والفي سي اوف تي بقى بيساوي 2 في سي سي على الثلاثه دي اللي هي الفاليو اللي انا عايز اسولف للايه؟ للتايم بارامتر اللي يخلي لي ان الفولتج اللي هو في سي اوف تي ده يوصل ل 2 في سي سي على الايه؟ على الثلاثه. فبالتالي دخلت هنا ب 2 في سي سي على الثلاثه اللي هي الفي سي اوف تي بيساوي الفي فاينل اللي هي في سي سي ماينس مين بقى؟ الفي فاينل ماينس في انيشال اللي هي برضه بيساوي في سي سي ايبو ماينس تي على الثلاثه. حليت الموضوع ده طلع لي في الاخر ان التي ده بيساوي كام؟ 1.1 ار سي، لان الثلاثه ب 1.1 يعني. يبقى اذا التي بتاعي ده بيساوي كام؟ 1.1 ار سي. طب مين التي ده اصلا؟ ما ده كده اصلا الويت بتاع الايه؟ بتاع البالس ديت برضه اللي خدت الوقت اللي كنت ماشي فيه الكاباستور هو ده اللي كان البالس بتاعتي بتحصل فيه. يبقى اذا انا جبت كده الايه التي بتاعتي اللي هي الايه البالس بتاعت الويت بتاعها بيساوي كام؟ 1.1 ار سي. حلو كده؟ طيب الفي تي التريجر بتاعي كنا اتفقنا ان هو بيساوي كام؟ لازم ينزل عن بي سي سي على 3 بحيث يعرف ايه؟ يعرف يخلي الكومباراتور اللي هو كان اسمه ساعتها كومب 2 دوت ان هو يبدا ايه يخش معايا في الايه؟ في اللعبه، تمام كده؟ طيب يبقى اذا احنا جبنا اللي هي دي لازم تبقى اصغر من في سي على 3، والويت بتاع التريجر بالس طبعا لازم اصغر من تي دي، احنا قلناها ان لازم تبقى ايه؟ الويت بتاع التريجر بالس اللي هي ديت لازم تبقى اصغر من التي دي. ليه؟ عشان اتجنب ان انا ما يحصلش عندي الكيس بتاعت ان الاس ار بتاعتي تبقى بكام؟ 1-1 دي فوربيدن ايه؟ فوربيدن كيس، تمام كده؟ تمام كلام جميل بس كده. والمينيمم ديوريشن بقى ما بين الاثنين تريجنج بالسز هي تي بيساوي 1.1 ار سي. ليه؟ لان انا اول ما حصل ان الراجل ده نزل هنا كده تاني السيناريو بالكامل رجع ما بقاش في اي حاجه خالص، مش زي مثلا المساله اللي كنا حلها في السكشن ان كان في شويه كاباستور هنا كده كان عمال بي بيفرغ من تاني، ما حصلش كده هنا، انا هنا كل حاجه رجعت تاني للزيرو. طبعا ده هنا بافتراض ان الترانزستور يعني بيدي لك ايه؟ بيدي لك ريزيستنس صغيره قوي يعني، فبالتالي انت بترجع على طول يعني، تمام؟ حلو قوي. فبالتالي يبقى كل الموضوع عندك من هنا كده، لما هنا كده السيتويشن هنا كده هو مين؟ هو هو نفس اللي هنا بالظبط، صح؟ وبالتالي اول ما بتجنب اول بخلص من التي بتاعتي ديت ممكن اعمل ايه؟ اعمل ري تريجر للبالس تاني، وبالتالي مينيمم ديوريشن بتوين تريجر البالس هي نفس التي اللي هي بتساوي كام؟ 1.4. كلام جميل كلام جميل. خلينا نشوف بقى السؤال الثاني، وده اخر سؤال عندنا في التشيت. السؤال الثاني بيقول لك ان انا عندي هنا ايه؟ انا دلوقتي عندي هنا ايه ستيبل سيركت، تمام؟ برضه مستعمل نفس اللي هي الايه 3 5 اي سي. عايز يحسب بقى هنا ايه تي هاي وتي لو وفريكونسي اوف ذا ريزلتنج ويف فورم. طب هو قال ان هي ستيبل، وبالتالي طبيعي ان يكون ليها طبعا ايه تي هاي وتي لو وفريكونسي اوف ذا ريزلتنج ويف فورم وما لهاش ستيدي ستيت، تمام كده؟
طيب هو عمل ايه في السيركت ديت عن السيركت اللي فاتت؟ هي نفس الاي سي 35 اي سي، بس عمل ايه؟ وصل المرض الثريشولد بالتريجر، تمام. ودي طبعا اقدر اعمل كده لان في الاخر دي بورتس بالنسبه للاي سي، او يعني ايه ليد يعني، او رجل ممكن اوصلها بين يعني. فبالتالي ممكن اوصل للثريشولد دي واوصلها بالتريجر. وعمل ايه بقى؟ وصل الاثنين دول بالفولتج اللي على الكاباسيتور، وخد بقى ايه، وصل بدل ما كان في عنده ريزيستور واحد قبل كده للسبلاي، بقى في عنده تو ريزيستورز، حاجه اسمها ار اي وار بي، وخد من الار اي دي وصلها لمين؟ بالبورت اللي كان اسمه ايه، ديسشارج، او الليد اللي اسمها ايه، ديسشارج، تمام كده. طيب ما دام السيركت ديت، ما دام السيركت ديت احنا هو قال ان هي ايه، قال ان هي ايه ستيبل، تمام. فبالتالي ده كده معناه ان هي ايه، شويه هتبقى عايزه تربي تجيب البي سي سي، وشويه عايزه تجيب الايه الجراوند بتاعها عند النود مثلا زي الايه الفي نود ديت، صح كده. فمن حقي ان انا افرض ان انا في اي ستيت من الاثنين، وايه والستيت دي هتسلمني للستيت الثاني بعد شويه وقت، ولو كنت فرضت الستيت الثاني هتوصلني برضو للستيت اللي انا فيها دلوقتي، وهكذا يعني، سنس ان الموضوع ايه بريودك يعني، حلو كده. فمن حقي ان انا اقوم قايل اي حاجه، هفرض مثلا ان الفي اوت ده في الاول خالص، هي هفرض ان انا كنت ابتديت بان الكيو بتاعي ده بيساوي كام، هفرض ان الكيو دي كان بيساوي واحد، والكيو بار دي كانت بتساوي زيرو، تمام. والحل الثاني هيوصلني برضه، لو الكيو بار ده بيساوي زيرو باذن الترانزستور ده مش في ايه، مش شغال معايا في الايه، في الموضوع، صح كده. فبالتالي النقطه دي مش محكومه، مش مربوطه بحاجه. وبالتالي الايه الكاباستور اللي هنا ده من حقه انه يكون عمال بيشحن من خلال الار اي والار بي دول من الفي سي سي، صح كده. فبالتالي الفولتج بتاع البي سي ده عمال بايه، بيزيد، تمام كده. طيب الفولتج بتاع البي سي ده عمال بيزيد، عمال بيزيد، ايه ايه اول نقطه هصطدم بيها؟ النقطه اللي هي هنا دي، صح، لان هي مين، في سي سي على الثلاثه، تمام. طيب لما حصل ان الكيو بيساوي يعني، دلوقتي زي ما اتفقنا ان انا عندي هنا دلوقتي كده التريجر دوت عمال بيزيد لحد ما نوصل للفي سي سي على الثلاثه، قبل كده كان اقل من كده اهو، تمام. فكانت الايه السيتويشن بتاعي، كان الفولتج بتاع اللي هنا كان عامل ازاي، البلس كانت اكبر من الماينس، فالراجل ده كان راميلي ساعتها ايه، كان راميلي هنا في سي سي، صح. طيب وبالنسبه للاوب امب الفوقاني، الفي سي دي كانت حاجه صغيره اللي هي الفي بلس، والفي ماينس ده معناه ان اكبر منها، ده معناه ان كان راميلي هنا ايه، زيرو. فده معناه ان انا كنت في الحاله بتاعت الايه، ان انا كنت ساعتها الاس ار بتوعي، انا كنت ساعتها في حاله ايه، كنت الاس بتاعتي كانت بواحد والار بتاعتي كانت بزيرو، كنت في سيت كيس يعني. فده اللي كان مخلي ان الكيو بتاعتي تبقى بتساوي كام، واحد، والكيو بتاعتي بتساوي كام، زيرو، تمام كده. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ زي ما اتفقنا ان البي سي قاعد يزيد لحد ما وصل لكام، عايز يعدي البي سي سي على 3. لو عايز يعدي البي سي سي على 3، ده معناه ان الايه، الماينس بتاعتي دي هتتجاوز البلس، وبالتالي بدل ما انا كنت رامي هنا في سي سي، هرمي بقى ساعتها ايه، عايز ابقى ارمي زيرو، تمام. طب لو رميت زيرو، تمام، دلوقتي بقيت في الكيس بتاعت الايه، هل الفوق ان احنا الفوق الحته الفوقانيه هل حصل بقى فيها اي حاجه؟ لا، لان الكاباستور فولتج لسه اصلا، ما دام هو يا دوبك عدى البي سي 3 بقى كده، اقل من البي سي 3، فالناحيه الفوقانيه ما حصلش فيها اي حاجه، وبالتالي لسه الايه الاب بتاعها برده ده ايه، زيرو، تمام. دلوقتي انا كده رحت الكيس اللي هي عباره عن ايه، زيرو زيرو، الكيس اللي هي زيرو زيرو، الاس ار بزيرو زيرو دي كده حاله ايه، نو تشينج، وبالتالي ده معناه ان الكيو هتفضل بواحد، والكيو بارد هتفضل ايه، بزيرو، تمام. يبقى اذا الترانزستور لسه برضه مش شغال، ويبقى يبقى الكاباستور يبقى ان هو عمال بايه، بيشحن بيشحن، تمام كده، لحد ما يوصل لكام، ل 2 في سي سي على 3. لما يوصل بقى ل 2 في سي سي على 3، عايز يعديها بحاجه بسيطه، يبقى اذا الراجل ده يبقى عايز يلمس ساعتها ايه، في سي سي، تمام كده. طيب يبقى بالتالي انت عندك الراجل ده دلوقتي في سي سي، والراجل ده بقى ايه، بقى اللي تحت ده جراوند، لان انت معدي الفي سي سي على الثلاثه بقى لك حبه. يبقى اذا انت بقيت دلوقتي في كيس اللي هي عباره عن مين، الار بتاعتك هي اللي بقى بواحد، والاس بتاعتك بكام، بزيرو. يبقى اذا ده، يبقى اذا ده معناه ان الكيو بتاعتك بقى ايه، لا خلاص كده بقى لازم توقف، وايه والكيو بتاعتك لازم تبقى هي دلوقتي هي اللي تبقى بزيرو، لان انا في ريسيت فيس، والكيو بتاعتي هي اللي بواحد، ويبقى دلوقتي الكاباستور بقى ايه، ما بقاش مطفي اني مور، ده الكاباستور دلوقتي بقى ايه، شغال. وده معناه انه عايز ايه، عايز يشنط النقطه ديت، وبالتالي عايز الكاباستور يفرغ من خلال الار بي دي، القوامه اللي هنا دي كده، وايه يفرغ في الايه، في الترانزستور اللي عندنا هنا ده، تمام كده. ده معناه ان انا ايه، ده معناه ان انا محتاج ساعتها اعمل ايه، الكاباستور الفولتج بتاعه ده هيبقى يكون عمال بيقل، تمام كده. هيقعد يقل لحد امتى؟ هيقعد يقل لحد ما يساوي كام، لحد ما يساوي كام، في سي سي على 3. بعد ما يقل لحد ما يوصل في سي سي على 3، يعني لو وصل ان هو عايز ينزل سنه على في سي سي على 3، ايه اللي هيحصل؟ البلس دي هتكسب، فساعتها تكتب هنا ايه، تكتب هنا في سي سي، وهكذا نكون دخلنا في ايه، سيت فيز من تاني اللي هي مين، 1 0، ونرجع نعيد الفيلم من تاني من جديد، تمام كده. طيب يبقى نبدا بقى نبص على البتاع ده في الرسم بتاعتنا. في المنطقه اللي في الاول دي خالص، انا كنت في منطقه اللي هي ايه، كنت زي ما اتفقنا كنت في سيت فيز اللي هي كانت المنطقه ديت. فبالتالي البي سي الدي او بتاعي كان بيساوي هاي، تمام، اللي هي كانت المنطقه دي كنت رامي في سي سي، وكان الكاباستور كان عمال بايه، كان عمال بيشحن، تمام كده، عمال بيشحن لحد ما وصل لكام، في سي سي 3. بعد منها على طول دخل في ايه، نوت، دخل فيها في حاله ايه، اللي هي 0 0 دي، اللي هي نوت تشينج. فبالتالي مفيش اي حاجه حصلت، الكاباستور فضل مكمل شحن تاني، وبرده الراجل ده فضل مكمل الايه،
الراجل ده برضه فضل يكمل الهاي بتاعته، تمام، فضل مكمل لحد ما مين، لحد ما وصل 2 في سي ساعه 3. لما وصل بقى 2 في سي ساعه 3 ايه اللي حصل؟ لا قلنا بقى كده ما بقاش ينفع اكتر من كده، الدنيا ايه، هنخش في ايه، ريسيت فيز، تمام. لو دخلت في ريسيت فيز ده بقى ايه اللي بيحصل ساعتها؟ ان انا البي سي سي بتاع البي او بتاعي نزل بقى بزيرو، تمام، اللي هي الكيو يعني، وبدا الكباستور بقى دلوقتي بايه، بيديستشارج، لان الترانزستور دلوقتي عايز يشنط على الايه، على الكباستور، بس هنا مش بيشنط عليه زي يعني في ريزيستور اسمها ار بي، لو انت واخد بالك، مش زي المره اللي فاتت كان بيشنط عليه دايركتلي. لما بيشنط عليه دايركتلي بيدي لك ريزيستنس صغيره جدا للجراوند، فبالتالي بيخلي ان التايم كوست بتاعك بيبقى صغير قوي، بمعنى ان الكاباستور مره واحده بايه، بيشوف ريزيستنس صغيره قوي معاه، فبيفرغ كل شحنته مره واحده. لكن هنا انا في عندي هنا ريزيستنس معينه اسمها ار بي، فهو عاملها ليه؟ عشان يدي لنفسه شويه وقت يبقى ايه، يعرف ينزل فيهم هنا، مش زي المره اللي فاتت اللي كنا بنحلها قبل كده، اللي هي طلعت ايه، نزل شارب هنا مره واحده كده، تمام. فبالتالي بقى عندك هنا ايه، الترانزستور هنا المره دي بقى ايه، في الحاله دي بيفرغ من خلال الار بي يعني، فبالتالي بيفرغ هنا كده، وبعد كده لو نزل على البي سي على 3 يبقى يشوف لا ده ما ينفعش كده، لازم نزود ونقل وخلاص كده. يبقى انا وصلت للستيدي ستيت بتاعي، تمام، قصدي وصلت للايه، للحل بتاعي، مش ستيدي ستيت يعني، تمام، اقصد ان انا تجنبت حته ترانزنت هنا يعني، وصلت لايه، لدلوقتي للويف فورم عايزه تبيهيف ازاي يعني، تمام. طيب ماشي ماشي يا سيدي، شكرا، تمام. دلوقتي عايزين بقى نقول هنا ايه، عايزين بقى دلوقتي نبدا نحل، نشوف بقى دلوقتي، بس انا عايز احسب التايمز بتاعتي وهكذا. طبعا انا عارف دلوقتي طبعا ان الفي او بتاعتي عمال بيرمي كام في سي سي، وايه عمال بيرمي في سي سي والجراوند بتاعه وهكذا، عايز احسب انا دلوقتي ايه اللي هو التي لودا والتي هاي والحاجات دي كلها. هبدا اشوف الكاباستور في كل كيس منهم، تعالى نحسب مثلا اللي هو التي هاي ده الاول، تمام. التي هاي ده الايكويشن بتاعت الكاباستور زي ما احنا عارفينها، اللي هي مين في سي وفي سي في فاينل ماينس الفاينل ايكوال ماينس تي على تاو، تمام. طيب انا بقى دلوقتي عايز احسب الايه، في التي هاي الفي سي اوف تي، انا في المنطقه ديت، انا بحل دلوقتي في المنطقه ديت، انا عايز احسب الفي سي اوف تي اللي هو لما اساوي كام؟ 2 في سي سي على 3، صح؟ دي اللي حصل في الزمن اللي عايز اجيب التايم اللي قدامها. ايه الفي سي بيساوي 2 في سي على 3؟ طب الفي انيشال بتاعي بدات بكام؟ انا في النقطه ديت اللي هي مين في سي سي على 3. طيب طيب الفي فاينل بتاعي بيساوي كام؟ في سي سي. ليه؟ لان انا لو سبت بغض النظر بقى، الكاباستور اصلا ما بيشوفش السيجنال اللي واصله له دي، هو شايف ان دلوقتي في سورس عمال بيشحن، والسورس ده اسمه كام؟ في سي سي. فلو الامور اتثبت له هيبقى عايز يوصل لكام؟ للفي سي سي. ده معنى ان الفي فاينل بتاعتك بتساوي كام؟ في سي سي. ده معنى كلمه في فاينل. دخلت بالايكويشن دي هنا، 2 في سي سي على 3 بيساوي في سي سي ماينس 2 في سي سي على 3 ايكو ماينس تي على تاو، تمام. جيت لقيت ان في الاخر ان انا عندي التي ده بيساوي كام؟ تاو لان التي. طب التاو ده بيساوي كام؟ اللي هو انا في حاله دلوقتي ايه، بتشارج، صح؟ فانا بشحن من خلال مين؟ الكاباستور ده، شايف مين؟ ار اي وار بي للسبلاي، تمام؟ يعني زي التاو بتاعك هو مين؟ ار اي بلس ار بي ده في السي. حلو جدا؟ تمام. طب بالنسبه ايه؟ يبقى انا كده عملت سولفنج للتي هاي وجبتها على طول. طب بالنسبه للتي لو؟ التي لو هحل نفس الكلام، هحل برضو حتى طبق معادله الكاباستور ما بين النقطه دي بقى والنقطه ديت، اللي هي المنطقه السكشن ده كده يعني، تمام؟ بس مع الفرق الوحيد بس ان ايه، بدل ما انا كنت بشحن او قصدي بفرغ من اللي هي ار اي بلس ار بي دي، انا فرغ من خلال ار بي بس. ليه؟ لان الترانزستور ده جايب لي هنا ايه؟ مور اور ليس جايب لي هنا ايه؟ زي جراوند هنا كده. فالكباستور ده بيفرغ من خلال ايه؟ الار بي دي بس للايه؟ للجراوند. فالموضوع هيبقى ايه؟ حاجه شبه كده، بس المره دي هيبقى ايه؟ بس الريزستور بتاعتي هتبقى ساعتها بايه؟ بار بي. يبقى انا كده جبت التي لو، جبت التي هاي بتاعي كده، يبقى انا خلاص عملت فول كاركترايزيشن للسيركت بتاعتي والدنيا بتاعتي كده خلصت بالكامل، تمام كده؟ ماشي، شكرا باشمهندس.